لإعلاناتكم على قناة وقائع يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي أو رقم الواتساب الموجود في الوصف. في 14 من أكتوبر لعام 2002 تلقى مركز خدمة الطوارئ الأمريكية 911 مكالمة من فتى مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً ويدعى جابرييل بولك للإبلاغ عن جريمة قتل حدثت في منزله. بدا صوت الفتى الصغير مرتعشا من المشهد المرعب الذي رآه للتو، حيث أن جابرييل أوضح للمحققين أنه كان مختبئا خلف بعض صناديق القمامة بالقرب من المنزل لأنه كان يشعر بالذعر الشديد، مشيرا إلى أنه يتوقع أن القاتل لا يزال في المنزل. لذلك تم إرسال وحدات الطوارئ على الفور إلى منزل الفتى الشاسع في مدينة أوريندا بولاية كاليفورنيا، وهناك وجدوا جابرييل المذعور لا يزال يختبئ خلف براميل القمامة، وقد قادهم الفتى إلى مسرح الجريمة الذي بدا له مريعا وبشعا. ترى ما الذي رآه جابرييل بالقرب من حمام السباحة الخاص بمنزل عائلته الشاسع؟ ولماذا كان الفتى الصغير يظن أن الجاني لا يزال في المنزل؟ وهل كان محقا في ادعائه ذلك؟ لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة تابع معنا هذه الحلقة من قناة وقائع حتى النهاية. كان الضحية الذي أشار إليه جابرييل هو والده الدكتور فيليكس بولك البالغ من العمر 70 عاما، وكان الجاني الذي يقصده جابرييل هي والدته سوزان بولك، والتي كانت على خلاف كبير مع زوجها الراحل، حيث أن جابرييل قال للمحققين لقد أطلقت أمي النار على أبي. دلف المحققون إلى مسرح الجريمة، وهناك وجدوا فيليكس ملقا على ظهره بالقرب من المسبح الخاص بالعائلة والذي كان في مبنى منفصل عن المنزل، وكان جسده ووجهه ملطخين بالدماء، وكان المكان بشكل عام في حالة من الفوضى، الأمر الذي يعني أن الضحية خاض شجارا داميا أدى في النهاية إلى إنهاء حياته. على الرغم من أن أثار الشجار التي كانت بادية على جسد الضحية، لاحظ المحققون عدم وجود أثر الاقتحام على الباب، الأمر الذي يعني أن الجاني كان شخصا مقربا للضحية. بالإضافة إلى ذلك سرعان ما أدرك المحققون هشاشة رواية الصبي المذعور، حيث أنه بعد الفحص المبدئي للجثة اتضح للمحققين أن فيليكس لم يتعرض لإطلاق النار كما زعم جابرييل، بل تعرض للطعن والضرب المبرح. على إثر ذلك قام المحققون بنقل جثة الضحية ليتم تشريحها من قبل المعمل الجنائي، ريثما يقوم المحققون باستجواب جابرييل الذي عثر على جثة والده. أوضح الفتى المراهق للمحققين أنه كان من المفترض أن يرافق والده لمشاهدة مباراة بيسبول بعد ظهر ذلك اليوم، وقد انتظر جابي والده كثيرا لكنه لم يحضر، ولذلك هم بالبحث عنه في المنزل الشاسع. وعندما سأل والدته إذا كانت تعرف أين من الممكن أن يكون، أخبرته أنها لا تعرف شيئا عنه. في حوالي الساعة 9 مساء قرر جابي أن يتفقد والده بالقرب من المسبح، وعندما دخل من باب المبنى وجد جثة والده ملقاة على الأرض بتلك الطريقة البشعة. وأول ما تبادر لذهنه عندما رأى ذلك المنظر البشع هو أن أمه قامت بتنفيذ تهديدها وأطلقت النار على فيليكس. بطبيعة الحال حاول المحققون الاستفسار من جابرييل عن طبيعة علاقة والديه التي تجعله يشك أن أمه قد تقدم على مثل هذا الفعل، لكن الصبي الصغير لم يزد عن ذكره لبعض المشاكل المتعلقة بتسوية أوراق الطلاق وقضية الحضانة وغيرها من المشاكل العادية التي يتعرض لها أي زوجين على وشك الانفصال. قام المحققون أيضا باستجواب عدد من أفراد عائلة سوزان والمقربين من الزوجين لمعرفة حقيقة تلك العلاقة الغامضة، خصوصا عندما علم المحققون أن فيليكس كان يكبر زوجته بأكثر من 25 عاما. كان أبرز شهود العيان على علاقة الزوجين الذين تطوعوا للحديث مع المحققين هي والدة سوزان التي قصت على المحققين قصة ارتباط سوزان بفيليكس منذ البداية. أوضحت والدة سوزان للمحققين أن سوزان
التقت بفليكس للمرة الأولى عندما كانت لا تزال فتاة مراهقة لم تبلغ 18 من عمرها بعد. وكانت الفتاة المراهقة تعاني من بعض المشاكل السلوكية في المدرسة، حيث كانت سوزان فتاة صعبة المراس وعنيدة، ولذلك فقد نصح المدرسون والدتها باستشارة طبيب نفسي متخصص في السلوك لمساعدة سوزان. لم يكن ذلك الطبيب الذي لجأت له والدة سوزان سوى فيليكس بلوك، وقد أوضحت له الفتاة ذات 15 عاما آنذاك أنها كانت تمر بمرحلة هشة للغاية من حياتها بسبب طلاق والديها، وقد كان فشلها في التعامل مع ذلك الوضع هو السبب الرئيسي وراء سلوكها المستهجن في الفترة الأخيرة. يبدو أن سوزان وقعت في حب فيليكس، وسرعان ما تطورت العلاقة بينهما لتصبح علاقة عاطفية، وقد انتهى الأمر بهما في الفراش. لكن من وجهة نظر والدة سوزان، فقد استغل فيليكس ابنتها جنسيا وقام بالاعتداء عليها دون موافقتها. أشارت والدة سوزان في حديثها مع المحققين إلى أن فيليكس كان يقوم بتخدير ابنتها أو تنويمها قبل أن يقوم بالاعتداء عليها، وقد تم ذلك الأمر بالفعل عدة مرات قبل أن تخبر سوزان والدتها في النهاية بما حدث لها على يد طبيبها النفسي. قامت والدة سوزان بمواجهة فيليكس بأفعاله المشينة، ولم ينفي الرجل التهمة التي وجهتها لها الأم، لكن والدة سوزان اكتفت بهذه المواجهة وفضلت ألا تقوم بتقديم تقرير للشرطة عما حدث، بعدما وعدها فيليكس بأن يقطع علاقته بسوزان وألا يتعرض لها مجددا مهما كانت الظروف. لكن ذلك لم يحدث، حيث عاد فيليكس للتواصل مع سوزان مجددا عندما كانت الأخيرة تبلغ من العمر 20 عاما. وكانت سوزان في تلك الفترة قد غادرت منزل عائلتها لإتمام دراستها الجامعية، وكانت أيضا لا تزال تزور طبيبا نفسيا، لكنه لم يكن فيليكس بطبيعة الحال. كانت سوزان تريد أن تحصل على نصيحة من معالجها النفسي الجديد بشأن علاقتها بفيليكس، ولذلك فقد قصت عليه سوزان قصتها مع فيليكس منذ البداية، ولم تغفل حقيقة أنها مارست معه الجنس عندما كانت لا تزال قاصر. شعر معالج سوزان بالغضب الشديد تجاه فيليكس الذي استغل فتاة مراهقة كانت في أمس الحاجة للمساعدة النفسية، وبدلا من ذلك لم يفكر الطبيب النفسي المخضرم إلا في إشباع رغباته الجنسية حتى لو تم ذلك على حساب نفسية تلك الفتاة. على الرغم من غضبه لم يستطع الرجل الإبلاغ عن فيليكس أو تسليمه للشرطة، حيث أن سوزان كانت لا تزال متعلقة به، وقد طلبت منه بالفعل ألا يقدم على ذلك، مما يعني أنها من الممكن أن ترفض الشهادة ضد فيليكس أمام المحكمة. فكر الرجل في نوع مختلف من العقاب للانتقام من فيليكس، وبدلا من الاتصال بالشرطة اتصل بزوجة فيليكس وأخبرها بتفاصيل ما حدث مع سوزان. تسبب ذلك في نهاية في انهيار زواج فيليكس الذي طلبته زوجته بالطلاق بعدما نما إلى علمها خيانته لها مع فتاة تصغره ب 25 عاما، وأنه كان لا يزال على علاقة مع تلك الفتاة حتى الآن. يبدو أن تلك الفضيحة كانت مدوية أكثر مما ينبغي بالنسبة للطبيب النفسي، ولذلك فقد قرر فيليكس أن أنسب طريقة للتعامل معها كان الإعراب عن اعتذاره للمجتمع عن طريق التقدم لخطبة سوزان، ليثبت للجميع أنه كان يحب سوزان بصدق، وأن الأمر لم يكن مجرد استغلال جنسي كما يزعمون. تزوج فيليكس وسوزان بولك في ديسمبر من عام 1981، وأنجب 3 أبناء معا، أدم وإيلي وجابرييل. وبحلول العام 2002، وهو العام الذي وقعت فيه الجريمة، كان الابنان الأكبران قد انتقلا من المنزل، وكان زواج سوزان وفيليكس قد بدأ بالانهيار. يبدو أن ما كل عانته سوزان في حياتها من صدمات أثر عليها نفسيا على المدى الطويل، حيث تحولت إلى امرأة عنيفة وعدوانية، وقد كان ذلك ملحوظا من قبل المقربين منها وعلى رأسهم أبناؤها 3. نتيجة لذلك تعددت الشجارات بين فيليكس وزوجته، وبحسب إفادة أبناء الزوجين فقد كانت الأعوام 4 الأخيرة التي عاشها فيليكس بمثابة جحيم حقيقي على العائلة، حيث أن الزوجين لم يكفوا مطلقا عن الشجار وتبادل الشتائم على أتفه سبب ممكن.
وقد لاحظ الأبناء في أغلب الأحيان أن والدتهم كانت سرعان ما تلجأ للصراخ والعنف، وكان فيليكس دائما ما يصفها بأنها مريضة نفسية، أو بمعنى أصح فقدت عقلها بالكامل. أوضح جابرييل الذي كان يقيم مع والديه في ذلك الجحيم المقيم أن الأمور بين الزوجين بدأت تزداد حدة في أوائل أكتوبر من عام 2002، أي قبل بضعة أسابيع فقط من وقوع الجريمة، وذلك تحديدا عندما سافرت سوزان إلى مونتانا للعثور على مكان جديد للعيش فيه بعدما اعتزمت الماضي قدما في إجراءات الطلاق. بينما كانت سوزان بعيدة في مونتانا، علمت أن فيليكس اتخذ خطوات ضدها في طلاقهما، بما في ذلك الحصول على أمر تقييدي لمنحه الحضانة الوحيدة لأطفالهم والحيازة الوحيدة لمنزلهما. لذلك أعربت سوزان عن غضبها من تلك الإجراءات في مكالمة هاتفية مع جابرييل، مشيرة إلى أنها تنوي إطلاق النار عليه عندما تعود إلى المنزل. عندما عادت سوزان إلى منزلها، طلبت من جابرييل مساعدتها في نقل أغراض والدها إلى منزل الضيافة. وقبل 3 أيام فقط من مقتله، اتصل فيليكس بولك برقم بالشرطة للإبلاغ عن نزاع منزلي بعد أن طردته زوجته من المنزل الرئيسي وغيرت أقفال الأبواب. 911. في تلك الأثناء أيضا، كان المعمل الجنائي قد أصدر تقريره عن تشريح جثة الضحية، والذي أوضح أن فيليكس فقد حياته بعدما تعرض لأكثر من 20 طعنة في أماكن متفرقة من جسده، بالإضافة إلى تعرضه للضرب على مؤخرة رأسه بواسطة أداة حادة. وقد أشار التقرير إلى أن فيليكس فقد حياته قبل حوالي 22 ساعة من العثور على جثته، لكن مما لا شك فيه أن أهم ما ورد في التقرير هو عثور الأطباء على كتلة من الشعر في يد الضحية، والتي أثبتت التحاليل أنها لم تكن تعود للضحية، مما يعني أن المحققين كان لديهم خيط يقودهم مباشرة للجاني. قام المحققون بمطابقة عينة الشعر التي تم العثور عليها في يد فيليكس بالحمض النووي الخاص بالمشتبه به الرئيسي في القضية، والتي لم تكن سوى زوجته سوزان. ولم يتفاجأ المحققون كثيرا عندما صدرت نتيجة الفحص وأظهرت تطابق الحمض النووي مع العينة التي تم العثور عليها. في تلك اللحظة كان جليا بالنسبة للمحققين أن سوزان هي الجانية، لكن بقي عليهم معرفة الدافع الذي دعاها لارتكاب تلك الجريمة، ولذلك فقد بدأ فريق من المحققين المختصين في استجواب المرأة الشابة، ولم تكن تلك بالمهمة السهلة على الإطلاق، حيث أن سوزان استمرت في المراوغة طوال فترة الاستجواب. كانت سوزان تحاول صب الاهتمام على ما كانت تعانيه مع فيليكس طوال حياتها، بدءا باستغلالها لها جنسيا عندما كانت قاصر، ووصولا إلى اتهامها له بترصدها وبتأجير أشخاص لمراقبتها وتتبعها أينما ذهبت، قبل أن تنتقل إلى اتهام فيليكس بأنه عضو في المخابرات الإسرائيلية الموساد، مشيرة إلى أنه كان على علم بحدث 11 سبتمبر ولم يحذر الحكومة الأمريكية، فضلا عن محاولته السابقة لتسميم كلابها. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت سوزان للمحققين أن فيليكس كان يسيء معاملتها بشكل عام، وكان دائما ما يلأب أطفالها عليها محذرا إياها بأنها مريضة عقليا. كانت سوزان بهذا الاسترسال في الحديث تفند دون أن تشعر دوافعها للتخلص من زوجها، وفي النهاية لم تملك المرأة بدا من الاعتراف بجريمتها بعدما واجهها المحققون بالأدلة التي استطاعوا جمعها ضدها حتى تلك اللحظة. بررت سوزان جريمتها بالدفاع عن النفس، حيث أنها أوضحت للمحققين أن فيليكس هو من هم بالهجوم عليها على إثر شجار دار بينهما، وأنها لم تملك سوى الدفاع عن نفسها، حيث أنها شعرت بالخوف على حياتها بعدما أمسك فيليكس بالسكين وتقدم نحوها. لم يصدق المحققون رواية سوزان بأنها كانت تدافع عن نفسها، ولذلك فقد تركوا إقرار ذلك الأمر لهيئة المحلفين وقاموا بتحويل قضيتها للمحكمة. بدأت محاكمة سوزان في العام 2006، وقد صدمت سوزان الجميع عندما قررت طرد محاميها والدفاع عن نفسها في المحاكمة
التي استمرت لمدة 22 أسبوعاً، وقد تعين عليها استجواب 2 من أبنائها بعدما قرر الشهادة ضدها في المحكمة. في نهاية الأمر استغرقت هيئة المحلفين 4 أيام للتوصل إلى حكم بإدانة سوزان بورك بارتكاب جريمة القتل العمد من الدرجة الثانية لزوجها فيليكس، وبناء على ذلك تلقت سوزان حكما بالسجن لمدة 16 عاما إلى مدى الحياة. لا تزال سوزان تقضي عقوبتها حتى يومنا هذا بعدما تم رفض طلبها للإفراج المشروط في العام 2019، ولن تكون مؤهلة مرة أخرى حتى عام 2029. على الرغم من ذلك لا تزال سوزان تتمسك بروايتها بأنها كانت تدافع عن نفسها، فهل هي محقة وضحية فعلا؟ أم أنها مجرمة وتستحق العقاب الذي نالته؟ شاركنا برأيك في التعليقات. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.